تحيات الصحة والعافية للفنان الرائع محمد ميرغني، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ويرحم كل الفنانين اللي فقدناهم في ذكرى هذا اليوم. وبما أنه إحنا بدينا بالعيون وابتدرناها بالعيون، إذن كثير من الفنانين تغنوا للعيون وكثير من الشعراء كتبوا في العيون، لكن إحنا عايزين نعرف مشاكل العيون والمشاكل المصاحبة للعيون ونشوف سلامة العيون من السكري تحديداً. كل الناس اللي عندها مرض السكري ربنا يشفيكم إن شاء الله، سلامتكم مهمة، وعشان سلامتكم وعشان السكري عنده علاقة بالعيون نحن حبينا اليوم في المساحة دي من خلال صباح الشروق نستضيف دكتور خالد هاشم الطيب استشاري الشبكية والسائل الزجاجي. صباح الخير عليك دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير عليكم يا أنسام وعلى كل المشاهدين على مدى كل فضاءات الشروق داخلياً وخارجياً. الله يمتعك بالصحة والعافية، صباح الخير عليك. وناس السكري بيعانوا جداً يا دكتور من العيون ومشاكل العيون. نعم، الحاجة المدهشة إنه السكري فجأة قفز إلى المرتبة الأولى في أسباب العمى في العالم. يعني في العالم المتقدم كان في أمريكا وأوروبا السبب الرئيسي للعمى كان مرض السكري. فوجئنا بإنه المسألة بقت حتى في العالم الثالث، عندنا في السودان السكري بدأ يمشي للمرحلة الأولى. زي ما كنا بنقول الموية البيضاء الجلوكوما السوداء، نعم، حتى من بعد ذلك بنجي راجعين للسكري. الآن هو قفز للمرتبة الأولى، يمكن نتيجة لأسباب كثيرة. التأثير شنو خلى العيون دائما تكون تأثيرها سريع وقوي جدا؟ يلا نرجع للسكري ذاته ومرض السكري. يا جماعة معروف إنه هو من الأمراض اللي فيه نوعين، في السكري تايب 1 وتايب 2. سكر بتاع الأطفال وبتاع الكبار، لكن المفعول في النهاية واحد. بعد مدى فترة زمنية محددة بيبتدي وجود تركيز عالي للسكر في الدم، بيسبب في تدمير الغشاء الداخلي للأوعية الدموية الدقيقة. بيبتدي يقفل الأوعية الدموية. عندما تتقفل الأوعية الدموية معناها الغذاء الشايلاه والأكسجين الشايلاه عشان توديه للخلايا المفروض تغذيها هي ما بيصلها. نعم. ما بيصلها معناها الخلايا دي بدأت تعاني من جوع بتاع أكسجين وبتاع جلوكوز، وتبتدي الخلايا بتموت. الخلايا دي موجودة فين؟ الخلايا دي موجودة في كل أعضاء الجسم. الخلايا تحت العين تحديداً هي متجددة ولا الخلايا اللي بتتغذى من الأوعية الدموية الدقيقة، اللي هي الأوعية الدموية الدقيقة دي هي نهاية الديليفري بتاع الطعام بالنسبه لل، عشان نتكلم بصوره مبسطه، نعم، الغذاء بالنسبه للخلايا الجسم. طيب احنا التاثير بيكون واضح وين؟ عندما تتقفل الاوعيه الدمويه دي التاثير بيكون واضح في عضله القلب، في الكلى بتعمل لنا هنا ذبحات، في الكلى بتعمل لنا عصور كلوي، في الاطراف بتعمل لنا دمار للاطراف، مشاكل صحيح، في المخ بتبتدي الزول يحصل له ديمنشيا او زي ما بقولها هنا بقول لك الزول بيودي بدري، وفي الشبكيه بيبتدي يحصل عمى. الحته الوحيده اللي نحن بنقدر نشوف فيها التطور بتاع الدمار بتاع الاوعيه الدمويه ده والدمار بتاع الخلايا بتاعت العين اللي هو من خلال العين، من خلال انسان العين انا بقدر اشوفه. نعم. في القلب ما بقدر اشوفه، في الكلى ما بقدر اشوفه رؤيه مباشره، ما بقدر اصوره في الاطراف، ما بقدر اصور، لكن في العين بقدر اشوفه. عشان كده انا باخد دي كمؤشر لباقي الجسم كله. نعم. يبقى يا دكتور، مريض السكري لازم ينظم السكري عشان يحافظ على صحه عينه. كل ما السكري معناها ارتفع كل ما مشكله العين اتضاعفت، لكن ده يعرف انه مشاكل العين عند مريض السكري تحديدا من خطواته بتبدا شنو؟ هل بيبدا دي جفاف في العين، ولا بيبدا مويه بيضاء، ولا بيبدا جلوكوما؟ في تطور لها ولا ممكن تحصل فجاه مرض ما متوقع؟ شفتي يعني سام، هي المساله كالاتي عشان نخلي الامور تبقى اكثر وضوحا. مرض السكري التغيير اللي بيحصل في الاوعيه الدمويه هو تايم ليميتد، يعني التاثير ده عنده علاقه مباشره جدا بالفتره الزمنيه بتاعت المرض، اكثر من درجه السكر كان كثير ولا قليل. صح، عدم انتظام السكر بيلعب دور مباشر شديد، نعم، ودور فعال، لكن الفتره الزمنيه هي المشكله. عشان كده احنا بنقول اي زول من الناس اللي عندهم سكري لو وصل 10 سنين لازم يكون متابع مع اخصائي عيون عشان اعمل له كشف دوري. الكشف المبكر. الكشف المبكر والدوري. نعم. انا بشوفه يمكن يورونا هناك الاو سي تي، بعمل له صوره مقطعيه للشبكيه، بشوف التغيير فيها بعيني بالمنظار المباشر، بشوف بعمل تصوير لقاع العين وبشوف فوق وبتابع الزول ده. براجع
دوريا حدة الإبصار عنده. ليه؟ لأنه لما يحصل لي أنا انسداد للأوعية الدموية بنتكلم على ديابيتك ريتينوباثي أو اعتلال الشبكية السكري، بيبتدي يحصل رشح لمكونات الدم داخل خلايا الشبكية. يعني الدم بيبتدي يطلع من الوعاء الدموي ويطلع في الخلايا ما بين الأوعية الدموية، لما يطلع هنا هيعمل لي رشح. أنا عندي في منتصف الشبكية دي المشكلة بيسموه النزف، بيقول لك العين فيها نزيف. قبل النزف بيحصل لك الرشح. أها طيب يلا عشان نمشي خطوة خطوة. طيب يلا لما نجي يحصل لنا الرشح ده في حتة في الشبكية في السنتر بيسموها الماكولا أو البقعة الصفراء. البقعة الصفراء دي أحسن حتة بيشوف في العين، بيشوف النظر المركزي، بيشوف بالنهار، بيشوف الألوان. الحتة دي الخلايا المستقبلات الضوئية الموجودة فيها هي عبارة عن كونز. عندنا نوعين من الخلايا المستقبلات، عندنا الكونز وعندنا الروس. الكونز هي قاعدة في النص في البقعة دي في الحتة دي، والحتة دي فيري ثين، هي أكثر حتة ثين في الشبكية. الروس قاعدة في البريفري. الروس بستعملها أنا في الرؤية بالليل لأنه الإنسان العين بتوسع، أي بقدر أشوف باب اللي هنا. الكونز لأنها في السنتر وحساسة بالنسبة للألوان، حساسة بالنسبة للنهار للضوء، وحساسة للعمق الدبث أوف بيرسبشن. طيب فدي أحسن حتة بشوف فيها. لما يحصل لي رشح في خلايا الشبكية بتبتدي السمك بتاع البقعة الصفراء دي اللي هو المفروض ما يتعدى ال 250 ل 280 مايكرون. عندنا لو شفنا الإصايد الرشح ده، معلش يا دكتور، بتكرر الناس السكري دائما؟ الناس السكري هو السبب الأساسي الأول. الصورة اللي احنا شايفينها الآن هي لعين فيها خلايا تقريبا دقيقة جدا، دي شعيرات ولا دي شعيرات؟ دي خطوة مطولة أكثر. لو رجع علينا أدانا الصورة اللي قبلها، الصورة اللي قبلها ممكن توضح لنا، لكن احنا خلينا نشوف موضوع الرشح ده ذاته الدموي ده. أيوة هنا بس لو خلاني هنا في الحتة دي. أها طيب أنا ما قبل الرشح الدموي بتكلم عن الرشح المائي. المائي يعني هي الدم، انت عارف المائي ده يا دكتور يعني العيون بتكون نازله مويه ولا لا؟ لا 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 داخل الخلايا يعني البلازما. البلازما بدات تطلع في الشبكيه. نعم. لو تطلع البلازما بترفع السمك. البقعه الصفراء يا جماعه هي قلنا احسن حته بيشوف، وهي فوق ديبريشن، هي ما مستعده، هي فيها ديبريشن. لما يحصل الرشح بتبتدي تتنفخ. ايوه عندما تتنفخ الزول اول حاجه بيلاحظها انه الخطوط العريضه اللي بعين لها بتبتدي تبقى ملولوه، ما بيكون خط مستقيم، ما بيبقى مستقيم، يعني بعين في حافه الشباك فجاه بحس انه فوق انحناءات. فدي من العلامات، دي واحده من الاعراض، من الاعراض الاوليه انه. طيب. والله بتبدا يحصل ماكولار ايديما، يسموها الماكولار ايديما او الرشح للبقعه الصفراء. لما يحصل بتاع دي بيبتدي الرؤيه بتضعف. ليه؟ الاستقبال بيبتدي يقل. واحدة من الحاجات ممكن يشوف الزول شكل اثنين او شكل حاجة ممكن لا يشوف ما اثنين، لكن في العضلات. أيوة. يا انسام لكن هنا انا بتكلم عن رؤية الحاجة الواحدة، لكن بدل اشوفها في الجيومتريك بوزيشن بتاع العديل بتبتدي تبقى ليش انه تبتدي طيب ملولو. يا اذا كان ضعف العضلات والرشح دي كلها امراض مصاحبة للمرض داخل الحول، داخل الحول ما عنده علاقة بمرض السكر. عنده مرض السكر عضلات عينه ما بتضعف، متأخر المتضعف، دي حاجة متأخرة. لكن خلينا نشوف الحاجة المتقدمة حاليا هسع مرض السكري والشائعة ممكن تكون بتجيكم أكثر، اللي هي تكلمنا عنها أو بدينا نتكلم عنها، اللي هو مسألة يقول لك والله العين فيها نزيف ولازم تاخدي حقنة. الناس بيسألوا من الحاجة الناس بيسألوا من الحاجة تحديدا وعند مرض السكري. يلا شنو بيخلي العين نتكلم اللي بيخلي العين تحتاج للحقنة شنو؟ أيوة طيب لما نبتدي تتقفل الأوعية الدموية الدقيقة الجزء من الشبكية المفروض يصل الغذاء ده ما وصله، معناه حس بأنه ابتدى يحصل له هايبوكسيا أو جوع بتاع أكسجين. أيوة. بتبتدي الشبكية بتنتج مادة عشان تعمل أوعية دموية جديدة عشان تعمل لنا باي باس للحتة المقفولة دي، بيسموها الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. طيب الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور ده لما ينتج بيبتدي يكون لنا أوعية دموية جديدة تطلع من قبل الانسداد عشان تجيب الغذاء أو الدم لما بعد الانسداد. نعم. للأسف مفعوله هو ما بيشتغل في الحتة دي بس، لأن هي نوفيرسال حتقوم تشتغل ليه في باقي الشبكية، تعمل أوعية دموية جديدة تشتغل ليه في الغزحية بتاعت العين وتقفل ليه الزاوية بتاعت العين. لما تقوم في زاوية العين حتعمل ليه ارتفاع لضغط العين بيسموه جلوكومة الأوعية الدموية. أيوة.
ودي علاج صعب. طيب الأوعية الدموية اللي تكونت دي بتختلف من باقي الأوعية الطبيعية اللي هي تخلق بها الإنسان. الوعاء الطبيعي عنده 3 أغشية، الغشاء بتاعه والجدار بتاعه ده بتكون من 3 طبقات. نعم. الوعاء اللي تكون اضطراري ده اللي هو زي ما بنقول زي الميرجنسي عشان يتلافى الحتة بتاعت الجوع بتاع الأكسجين، الغشاء بتاعه الغلاف الخارجي بتكون من غشاء واحد، طبقة واحدة من الخلايا، والطبقة دي ضعيفة بعد شوية بتبتدي شنو تنفجر. تنفجر بتعمل النزيف اللي في الشبكية اللي تكلمت عنه أنت. النزيف ده ممكن يحصل في حتتين. مريض السكري بيحس بالنزيف ده ولا إلا بعد ما يمشي راجع الطبيب حتى بيقول له أنت عندك مشكلة بتاعت نزيف؟ في المراحل الأولى ما بيحس بيه لأنه بيكون شنو نقاط على الشبكية حاصل نزيف نوعين، يا يعني إما فليم شيب زي اللهب اللي هو ده بيكون سطحي، أو بيكون دوائر دوائر ونقط نقط ده بيكون عميق. لكن بيحس بيه لما يبتدي النزيف ده ذاته يخش في السائل الزجاجي. نحن عارفين يا جماعة إن العين متكونة من قدام الغرانية بعد صحيح. العدسة، الشبكية ورا في النص، والسائل الزجاجي. السائل الزجاجي ده زيه زي المربى أو الجلي، أول ما يخش فوق الدم كله اللي احنا شايفين هذا شنو هسه قدامنا. أيوة طيب حس عندنا هنا ده ذول لو عينت الحتة البيضة دي دي أوعية دموية اتقفلت، جنبها في أوعية دموية جديدة. وأرجع يا هناي الأوعية الدموية اللي اتقفلت يا دكتور خالد دي بنقدر نرجعها بشنو؟ عشان أنت أنا الأوعية الدموية اللي اتقفلت دي بقوم بلحمها بلحمها بالليزر اللي هو حاسس شايفه هنا، أنا بقوم عشان تؤدي وظيفتها الطبيعية وتشتغل طبيعي. لا أنا بقوم الحتة الحاصل فيها بريك حاصل فيها نزيف بقوم بعمل لها لحام بالليزر بتشتغل بالليزر. أيوة أول ما تشيتها هي بالليزر هي انتهت، لكن الأكسجين حيمشي لباقي الخلايا ولا يمشي لقدام. خلينا يا دكتور نكمل في موضوعنا بتاع الموضوع ده شائك شديد مهم. ايوه شائك، لكن موضوع الحقنه اللي انا ما انا مش لك على الحقنه. الحقنه دي هل بترجع لي النزيف الداخلي الحاصل جوا العين ده ولا ممكن تاني يرجع النزيف؟ يلا الحقنه الغرض منها شنو؟ انا ما ابتدى يحصل عندي رشح او رشح دموي ابتدى يحصل عندي نزيف، فلما ندي الحقنه دي بتساعد انه كل النزيف ده يمتص رجع، والأوعية الدموية اللي كانت مكسرة دي يحصل لها ريبير يعني يحصل لها صيانة. أيوة. بدي حقنة بعد شهر حقنة وبعد شهر حقنة 3 حقن بعين للشبكية، إذا كانت كلها بقت خلاص جفت وحصل امتصاص لكل رشع الحاصل بقول له زي انت بقيت كويس، لكن ده ما ذا اند بوينت الخطأ اللي قاعد يحصل. لكن مريض السكري بيحتاج، هل عشان انت تعالج المشكلة محتاج لي حقنة أولى وثانية وثالثة؟ انا محزه ماشي عليك، انا قلت لك الخطا اللي بيحصل انه انا اديتك الحقنه الاولى والثانيه والثالثه اللي على مدى 3 شهور. ايوه يلا رجع نظرك نقول رجع ل 6/6 ده ما ذا انت او ذا ستوري، لما نهايه القصه ليه؟ صحيح. لانه المرض اصلا موجود والعيب موجود، فيفترض بعد كده يا اما اعمل حاجه يا اما اتابعك دوريا وتاني اشوفك بعد شهر بعد 3 شهور اللي انت ما تريت ان اكستند، عالج وتابع بعد شهرين بعد 3 شهور اول ما يبتدي يحصل ثاني اقوم ادي الحقن. يبقى يا جماعه في استراتيجيه ثانيه، خلينا نوري الناس ان الحقن دي ما رخيصه يا دكتور، يعني ما رخيصه الحقن دي غاليه جدا، فمريض السكري المفروض يكون حساس بانه يقدر ينظم السكري اللي هو عامل لنا المشكله اللي نحن ممكن على ايوه الحقن غاليه حساسة يؤدي الحقن لان هي بايوسيميلر، ويمكن في السودان لانه المريض بيشتريها من جيبه، في اوروبا في سويسرا عندنا عيانين بيجوا بيديك لها التأمين الصحي بيتكفل بها التأمين الصحي في أمريكا في غيره. طيب لكن في حل تاني، أنا اديتك الحقنة الأولى والثانية والثالثة جففت كل الشبكية بقت جافة، عندي حل تاني إنه أقوم أعمل ليزر، أعمل لك حاجة يسموها بار ريتين فوتوكوجوليشن، أغطي الشبكية كلها بالليزر على أساس إنه أي حتة فيها بريك أنا بقفلها، وكذا العيان بديه فترة طويلة جدا، مساحة أطول بدل 3 شهور ممكن تكون 6 شهور، يعني ممكن تقول 3-4-5-6 سنين. طيب يا دكتور نفترض إنه مريض السكر حصلت له المشكلة بتاعت النزيف ده بتاع العين وما أخذ الحقنة، شنو ممكن يحصل للعين؟ يلا لو ما أخذ الحقنة بعد 90 يوم الأوعية الدموية اللي قلتها عليك دي بتقوم تقوم على زاوية العين، زاوية العين هي الحتة اللي بتصرف بها السائل اللي بحافظ على ضغط العين. دي زاوية العين هسه نحن شايفينها دي؟ شايفينه ده حسب هو بيعمل في الليزر ده. أيوة. لكن زاوية العين الحتة اللغاء ما بين الحتة الصفراء الفوق والحتة الحمراء دي الزاوية بتاعت العين. أيوة. والسائل بتصرف بالحتة دي. المرة الجاية المفروض نجيب بتاعت الجلوكوما.
فاذا قامت الاوعيه الدمويه هنا بتقوم تخش تقفل الزاويه بتاعت العين الحته اللي بتصرف بيها. زي ما الشجر بتاعنا ده اللي بيسموه الفايكس بيقفل لنا المواسير. ايوه. فلو اتقفلت السائل ما حيقدر الحته يطلع بيها، معناها ضغط العين حيرتفع الى ارقام مهوله وما بيستغل، يعني العلاج ما بينفع معاهم. بيحصل شنو للعين طوالي؟ اول ما ارتفع ضغط العين لمرحله عاليه جدا بيأثر على العصب البصري، والعصب البصري هو الكيبل اللي بيشيل الصوره من العين من الضوء بيحولها على الضحف البصري، يوديها للمخ. فالكيبل هنا حيتضرب، اتضرب الكيبل قناة الشروق دي، اذا قطعت الكيبل انا معناها الصوره ما حتطلع على الهواء، ما حتطلع على الهواء. فنحن ما دايرين المريض بتاعنا ده يطلع على الهواء. في نكته بيحكوها زمان عن ابو داوود. نعم. قال ابو داوود مشى للنعم هذا وجه راجع، قاموا قال لي لقيته كيف؟ قال لهم والله لقيته قاطع مويه ونور، عليهم الرحمه الاثنين، قاطع مويه ونور بانه الكلى اصيبت، حصل له فشل كلوي وضرب العصب البصري وضربت الشبكيه وبقى عميان. يا جماعه السكري من الاسباب الرئيسيه الان للعمى في السودان. والله دي رساله وشده خطيره للناس، يعني لازم اي زول عنده سكري لازم يكون عنده ارتباط باخصائي بتاع شبكيه يكشف عليه دوريا. ونفس الرساله للناس اللي عندهم الضغط، نفس التاثير بيحصل في الضغط. يا جماعه عندنا ناس شباب، انسام كلامي داير حق داير كلام حلو، انا ما تخليني اقول الكلام المحلو. لا نحن لازم نوري الناس يا دكتور انه الخطوره عشان يقدروا يعملوا حسابهم عشان ما يجوكم في العيادات وما تحصل لهم مشاكل. الشباب اللي عندهم سكري المشكله بتاعت العيون بتصيب حتى الشباب، يعني ولا الا الكبار الناس اللي عندهم سكري لهم 20 سنه ولا مرض السكري في بدايته ما ممكن ياثر على العين؟ طيب نحن قلنا قبيل انه عندنا نوعين من السكري. ايوه. عندنا السكري النوع الاول والنوع الثاني. نحن الاول حق الاطفال ما بنتكلم عنه، نتكلم عن الثاني حق الكبار. النوع الثاني اللي هو بيبتدي في عمر صغير لحد عمر 45، اللي هو ده النوع الثاني. وديل يا جماعه الاطفال اللي بتولدوا وما عندهم انسولين. ناس 45 دي الناس بهدي ديل بيصيبوا مشاكل في العيون مع السكري مثلا؟ طبعا طبعا. اذا لكن بتاع الاطفال اللي بيطلع بتاع الاطفال مور اجريسيف، يعني النوع الاول بيقول انه لما يصلوا 20 سنه بيكونوا 95% منه حصلتين مضاعفات الشبكيه. في حين انه النوع الثاني لما يصلوا 20 سنه بيكون 20% حصلت لها مضاعفه. نحن دايرينك في 20 ثانيه تورينا المشاهده تكلم زمننا راح زمننا، لكن احنا حنتقابلك اكثر واكثر عشان نتكلم عن امراض العيون هي ما بتخلص وما بتنتهي، ونحن عشان نوري الناس انهم يعملوا احتياطهم. لكن ادينا روشته كده لكل المشاهدين انه شنو الاحتياطات اللي ممكن تتعامل، يعني الوقايه خير من العلاج. يا مريض السكري، يا مريض السكري لازم انت تتابع مع اخصائي الباطنيه وتفحص السكري بصورة دورية. يا مريض السكري ما تعتمد على انه انا والله عندي جهاز في البيت وبفحص به، الجهاز ده مؤشر ما بديك النتيجة الحقيقية. يا مريض السكري ما تعتمد على انه والله انا ما في زول شايفني واقوم اكل المربى والعسل والطحنيه وكذا. ما في زول شايفك لكن بتاثر على عيونك بتاثر على رجولك وعلى شكلك. يعني انا مش هكلمها بتاع مرضى العيون بتاع انه كلهم انه بياكلوا اي حاجه وبيقول لك انا ما عندي مشكله. ايوه. في حاجه ثانيه عندنا في مشاكل مخفيه. أيوة. ما ظهرت. يعني النفسيه ما تقول انا والله لما السكري ده يتلخبط انا بلاقي بعرفه. ما امشي للدكتور يا جماعه. انت ما بتعرفه ما لم تتابع الدكتور. ما لم تتابع. وانا ذاتي داير اعرف انه دموعي دي بتجري عشان الهواء يا جماعه واللوكيشن فاتح ولا انا عندي مشكله في العيون، دي حاعرفها في العياده. الهواء البارد ده حاعرفها في العياده. شكرا جزيلا لوجودك دكتور خالد هاشم الطيب، استشاري الشبكيه والسائل الزجاجي. شاكرين. الله يكرمك. ليك وحنشوفك ان شاء الله في صباحات مختلفه وحنتكلم عن العيون اكثر. وشكرا لكم انتم، نتمنى لكل مرضى السكري بتاعنا انه ربنا يكفيهم شر مشاكل العيون وما يتبعها المشاكل المخفيه. يا جماعه العيون هي راس جبل الجليد. صحيح. يا جماعه نحن بنخاف من القلب، بنخاف من الكلى، بنخاف من المخ. ربنا يديكم العافية. آمين. شكرا جزيلا دكتور خالد.